في متناول كل عامل، وفي ميدان السبت والفضل متسع للجميع. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان صلى الله عليه وسلم في طفولته وصباه ناشئا كريما، وفي ريعان شبابه عالي الهمة، وفي تجارته أمينا قانعا، وفي معاهداته مخلصا وافيا بالعهد، وفي زواجه مثالا للنفس السامية والخلق الكامل، وفي حكمه أمينا على الحق ناصرا له. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة ختاما لسورة البقرة، وما يتيسر من أول سورة آل عمران يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله،
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا إليك المصير لا نفرق بين أحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا إصراً كما حملته على
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Oh,
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ما شاء الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الله شيئا
وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم والله يؤيد بنصره من يشاء. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله.